بخير. يعني مشكلة المشاكل في كل العالم ومجتمعاتنا هو موضوع اسمه الغضب. الغضب يعني موضوعنا اليوم في كيف السيطرة على الغضب. هذا 6/4/2017. أحد يقدر يعرف لي الغضب شنو؟ خروج الإنسان عن طوره. بعد الغضب مفتاح كل الشر. مفتاح الشر. انطرد الشر إن شاء الله. إن شاء الله. عدم فهم الموضوع يؤدي إلى الغضب. غيوم هم شر. إذا ما افتهم الموضوع يؤدي إلى غضب. غضب. إحنا عادة إذا أريد نحكي نحاول واحد يستأذن حتى يصير العملية واضحة. بديت ما يطلع الساحة. أبو كرار شلون نعرف الغضب شو الغضب؟ الغضب هو الإنسان يعني فقدان الإنسان على السيطرة على سلوكه. يعني نوع من المشاعر والعواطف اللي تحت الأزمات ممكن ما نسيطر عليها. نتيجة شنو؟ نتيجة قد يكون التصور أو الفهم الخاطئ، أو قد يكون به جزء من الحقيقة وعدم إدراك الإنسان على كيفية التعامل مع هذه المشكلة. هذا تدخل هو هذا المشكلة. مشاكل صحيح. مشاكل صح. احنا شنو يعني فكرتنا الغضب، موضوع الغضب صار جدنا هاي الفكره مال صارت مشاعرنا تحت احباط معين صار عندنا غضب. شلون نسيطر على الغضب؟ اول سؤال من يسبق الكلام لو التفكير؟ تفكير. نرجع على الموضوع الاول، شنو معناها؟ شنو بهالمعنى؟ شيء حيقدر يفسر لي؟ فقدان السيطره على السلوك. اي لا، اذا حكينا هذا الموضوع انه واحد يفكر ويتكلم، يا الافضل يتكلم لو يفكر؟ لا يفكر ويتكلم. يفكر يفكر يفكر. راح اسالك انا هو شيء من التفكير قبل الكلام، مو صحيح؟ هذا تفاح، لانه هذا له معنى. مو عادي الانسان يعني في راسه هواية ما يفكر في الموضوع، يعني يفكر بتفاصيله وبعدين يجي راسا يصير عصبي. يعني اللي بقلب على الصالح. اي الشغله المهمه، يا الاحسن واحد يظهر مشاعره بعد من هو هادئ لو من هو عصبي؟ من هو هادئ شو تقول؟ هذا عباس. هذا عباس. هذا عباس. واحد حتى في عباس تقول هذا احسن. يعني انت اليوم عصبي تظهر مشاعرك وانت عصبي افضل لو انت هاي؟ لا، اشرب لك قلاص لبن، اغسل مي بارد وبعدين احكي. اذا يعني يفضل اظهار المشاعر عند الهدوء، مو صحيح؟ هذا عباس.